أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية. في هذا الفيديو حنبدأ نتعلم ثلاث متغيرات جديدة: النيم، السترينج والتكست. نقول بسم الله وخلنا نبدأ. بإمكاننا نضيف الفاريبل من هون أو بنقدر نضيفه من الزائد هاي. فلنضغط هون، خلينا أول إشي ونكتب example. نقول أول إشي النيم، خلينا نحط نحول هاي من هون لنيم، فنضغط زائد ثانية ونكتب example string، بنحول هاي لسترينج ونضيف آخر متغير example text، بنغير هاي من هون لتكست. الآن صار عندنا ثلاث متغيرات مختلفة، خلينا نستخدمهم مثل أي متغير تعلمنا عنه في الدروس الماضية. بنقدر نعمل get وبنقدر نعمل set. طيب نفس الإشي على string، خلينا نجيب بس string كمان مبدئيا ونشوف. الآن أنا بوصل عادي، الآن هاي القيمة الأصلية الإكزامبل، بقول لي هون please compile the blueprint. لما أضغط على compile حيعطيني لها القيمة. طيب خلينا نقول this is a name variable، نحكي هون this is a string variable كمان. طيب الآن لما أنا أوصل النص هاد النيم على النيم، لو جبنا احنا event tick ووصلته أنا هون، طلعت من هون print string. الآن لاحظ أنا إيش سوالي، أخذ النيم حوله لسترينج وبعدين طبع لسترينج. خلينا نسوي كومبايل ونسوي بلاي. لاحظ this is a name variable، ممتاز. لما أوصل أنا ليش هذا النود الإضافي اللي إجا حول من name لسترينج، تمام. لما أوصل أنا لسترينج، لاحظ في توصيل لسترينج ما طلع لي إشي ثاني. طيب خلينا نوصل هاي هون هاي هون، الآن بطبع حس راح يطبع لي this is a string variable، ممتاز جدا. طيب خلينا نمسح كل هدول نفصلهم، نمسح هدول. طيب الآن لو أنا جبت التكست get text وجبت هاد set، بدي أعطيك ملاحظة. لاحظ أنت لما كنت أوصل أنا كان يعطيني هذا النود، لكن هذه النود مختلفة شوي للتكست. لو وصلت أنا مع التكست راح يعطيني تكست هي نفسها، راح يعطيك نود مختلف شكلها لكن هي نفس المفعول، نفس الفكرة بالضبط، بيعطيك من string لا text. فما تغير عليك أي شيء، لكن بس أنا حبيت أذكر لك إنه لو عملته وحتى لو جبت أنا النيم كمان ووصلتها راح يعطيني كمان نود نفس الشكل الثاني هذا الجديد to text، التحويل to text، فهو بحول من نيم لtext وبوصل. ممتاز جدا جدا. طيب هاي الأشياء الرئيسية المعروفة في كل النودز. طيب الآن إيش بدنا نتعلم كمان؟ خلينا نأخذ نظرة الآن بدنا نعرف كمان شغلة، بس إنه أفضل إشي إحنا نقدر نستخدمه أكثر variable ممكن نستخدمه في النص هو السترينج. السبب إنه السترينج هو بيحتوي على أكبر عدد من النودز الموجودة في برنامج Unreal Engine. طيب إيش الفرق بين الثلاثة هدول؟ هدول الثلاثة كل واحد فيهم إله استخدام. السترينج في العموم احنا بنستخدمه في الكودينج في البرمجة، ما بيعمل localization، يعني غالبا استخدامه الرئيسي في البرمجة. localization ايش يعني؟ يعني ما بيخلي البيانات للموبايل او الجهاز تبعك الشخصي، غالبا يستخدم في البرمجة. لكن عندك التكست، التكست هو النص اللي بتم عرضه للاعب على الشاشة. يعني لما تسوي انت منيو الشاشة الرئيسية للاعب تستخدم التكست. ليش؟ لانه انت بتخزن البيانات على جهاز اللاعب، الشخص اللي بيستخدم اللعبة تبعيتك بتخزن البيانات على الجهاز تبعه، بعدين المنيو انت اللي عملتها استخدم فيها التكست تقدر تحولها للغة ثانية، فتخلي اوبشن مثلا عربي انجليزي، فبصير يقرأ التكست بالعربي وبصير يقول له انت لو اختار انجليزي اطبع التكست الانجليزي. فهذا الاشي بيعمل localization، فكيف يعني اشي داخل السيستم تبع اللعبة على الجهاز تبع اللاعب. في حالة النيم، النيم نستخدمه احنا للعظام، للسوكتس، للداتا، للتيبروز. هاي الاشياء موجودة داخل برنامج Unreal Engine، فانت لو فتحت عظام اي شخصية راح تلاقي لها اسماء. الاسماء انت بتستخدم هذا الاشي، لو استخدمت string ما راح يتعرف عليها، فالبرنامج Unreal Engine بتعرف عليها عن طريق النيم، النيم variable.
فالنيم فاريبل بنستخدمه للبون نيمز، للسوكيت، للداتا، للتبروز. ممكن تسوي جوجل تطلع كل الاشياء اللي بيستخدمها برنامج ارين انجن على النيم. لكن اكثر شيء حتستخدمه هو السترينج اللي فيه كل الكودينج، افضل شيء للاستخدام وانت بتبرمج في السترينج. طيب وطبعا السترينج بيحتوي على اكبر عدد من النودز، يعني لما نسحب بتلاقي اكبر عدد من النودز اللي بتتعامل معه. طب خلينا نبدأ نمسح النيم ونمسح التكست ونبدأ نشتغل شوية على السترينج، نتعلم أشياء إضافية في السترينج. طيب في عندنا في السترينج، خلينا نشيل الست، في عندنا عدة نودز ممكن الأكثر شهرة، مثلا نستخدم أبند. الأبند اللي هي فكرة إنك بدك تربط نصين مع بعض. فمثلا بتكتب أنت هون hello، ممكن تكتب أنت هون every one. لكن الآن لو أنا جيت طبعتها، خلينا نجيب هون إحنا event tick ونجيب إحنا print string ووصل أنا هاي هون. لاحظ hello every هاي hello everyone، أنا ما حطيت space خليتها، فلو أنا سويت compile بلاي راح تلقى الكلمتين ملزقة في بعض. طب أنا أضغط أنا هون في أولها، ضغط space، الآن هيك بتطلع hello everyone. ممتاز جدا جدا جدا، هاي فكرة الابند. طبعا ممكن كمان احط واحد تاني، وممكن اجيب فاريبل احطه ووصله عادي هون، فالان بصير يربط ثلاث جمل مع بعض. ونشوف كيف hello everyone، هذا النص فاضي، hello everyone in the game. خلينا نجرب هيك hello everyone in the game، راحت in ولا كيف؟ ليش ما طلعت لنا ان؟ ملزقة. خلينا نجيب هون احط سبيس، الان تطلع hello everyone in the game. فانت بتقدر تضيف الابند اللي هي توصيل مجموعة نصوص مع بعض. طيب هاي بالنسبة للابند، تعلمنا شو هي الابند. طيب ايش عندنا كمان؟ خلينا نستخدم contain. لاحظ انت هون في عندك عدة، خلينا نستخدم string contain. طيب الكونتينز هاي بتقول له دور على السبسترينج. طبعا احنا في الحالة هاي هون طلع انت المخرج بوليان، يعني اذا وجدت النص اللي بدي اكتبه انا هون، يعني هاي هون حكينا هلو، لو اخذت هلو وهاي هلو هون، فبكون المخرج من هون ترو، بكون المخرج صحيح. لكن اذا كانت مثلا الكلمة هاي فيها الاضافية غلط واحد، لما حيطلع من هون راح يطلع من هون فولس، راح يطلع غلط. طيب ايش يوز سنسيتيف يوز كيس؟ راح يستخدم اللي هي الكابيتال لتر والسمول لتر، يدقق عليها. عندك هون سيرش فروم اند، بصير يقرا النص بالعكس، مش من اليمين لليسار، من اليمين لليسار. هاي بالنسبه لكونتينز، في نهايتها هاي تعطي بوليان. طيب في عندنا كمان، خلينا نشوف موضوع ريبليس. عندك ريبليس، طيب لو حكينا احنا هون كتبنا hello everyone، لو انا كتبت هنا بدي ابدل كلمة everyone ل world وجبت هاي هون، الان لاحظ انا موجود hello everyone، hello everyone في world، لازم يبدل كلمة everyone ب world. خلينا نشغل hello world. ممتاز، هاي النود هي تبديل من نص الى نص اخر. ممتاز جدا جدا، الان تعلمنا الريبليس. طيب نمسح الريبليس، نجرب ايكوال. ايكوال الان الايكوال عندنا مجموعة، هاي في عندنا الايكوال العادية، هاي مش هي اللي بنوصل معاها، بدنا الايكوال تبعيت النص. فبتكبس ايكوال ايكوال، لاحظ انت هون في الاوبريتورز وهون في سترينج، فعندك ثلاث سترينج. خلينا ندرس الاولى equal exactly، يعني لازم يكون نص بالضبط. فالان ايش مكتوب احنا جوا هاي hello everyone؟ لو حطيت انا هاي زيها هون بالضبط هيك، المخرج من هون حيطلع true، حيطلع النص صحيح. تمام، اذا انا حطيت، اذا حطيت انا بس واحدة قال hello، راح يطلع النص خطأ. ممتاز. طيب اللي بعديها، خلينا ندرس اللي بعديها equal case insensitive. طيب لو انا حطيت هاي hello بس الاتش كانت سمول بتضل صح، والاي كانت سمول، وهاي الاو كانت مثلا كابيتال، بتضل الموضوع صح. ليش؟ لما احنا سحبنا هاي، اقرا انت ايش كاتب،
كيس انسنسيتيف يعني الاحجام الكابيتال لتر سمول لتر كلها مو مهم، المهم فقط ان النص نفسه ممتاز. فانت الان بيظل المخرج من هون ترو، ما عندك اي مشكله، بيرفكت. طيب اخر واحده اللي هي not equal exactly، يعني النص اللي هون لو كان نفسه بالضبط راح يطلع من هون ترو، لما كان لا عفوا لو كان نفسه بالضبط حيطلع فولس. ليش فولس؟ لانه نفس النص. الفكره هون انه بده النص اللي جاي من هون والنص المكتوب ما يتطابقوا، لو تطابقوا بيطلع غلط. هو بيقول لك بدناش يوم يتطابقوا، هل بيتطابقوا؟ اه معناته غلط. فانت بتقول له ايش مثلا لو حطيت اي شيء هون فالان هيك بيطلع النتيجه صحيحه، هذا لا يتطابق مع هذا فالنتيجه صحيحه. ممتاز جدا جدا جدا. تمام ايش عندنا كمان؟ عندنا كمان على string في switch. الان السويتش زي ما تعلمنا على integer بقدر اضيف له cases. الان cases هاي اذا تطابق النص الموجود هون hello مع الكيس اللي موجودة هون فصار هاي اسمها hello، فبصير ينفذ الهلو. اذا ما تطابق بنفذ الديفولت. فاذا كانت الكيس الثاني مثلا تكون اسمها welcome، فالان hello راح تنفذ الامر الاول فقط، ويلكم ما راح يتم تنفيذها وما راح يتم تنفيذ الديفولت. ممتاز. الان خلينا نمسح كل هدول ونجيب النيم جيت. الان في النيم اذا انا ضغطت ايكوال، لاحظ الايكوال الموجوده هون الاوبريتورز، خلينا نضغط اوبريتور. الان في الاوبريتور هون انا بضيف النص زي ما هو موجود هون، بنسخ مثلا هاي وبحطه هون. الان المخرج البوليان اللي بيطلع قاعد عندي هون هو ترو. لو انا جي عندي اي حرف هون اضافي بصير المخرج فولس. تمام. النيم كمان عندها سويتش. الان السويتش نفس الاشي كيسز، لازم يتطابق النص الموجود داخل الفاريبل مع الكيس نفسها. الان بصير ينفذ هذا الامر، اذا ما تم التطابق بسوي الديفولت. تمام التمام. ممتاز جدا. الان خلصنا النيم، خلينا نفوت على الاكزامبل تكست. نجيب التكست. التكست فيه لو اجينا وحطينا الايكوال، الايكوال الاوبريتورز هون ما بيشتغل، لاحظ ما بيشتغل. طيب ايش اللي بيشتغل عندنا؟ بيشتغل عندنا دبل ايكوال، بتلاقي ايكوال اكزاكتلي بده نفس النص بالضبط، يكون بالاحرف بكل شيء بالضبط بالكابيتال لتر سمول لتر. في عندنا كمان equal case insensitive، يعني بسوي equal بس مثلا حرف الجي كابيتال هون لو كان في النتيجة اللي جاي من تحت small بكون عادي جدا وبطلع النتيجة true، ما عنده أي مشكلة. طيب آخر واحدة not equal exactly، يعني مش متطابق من 100%. في واحد ثاني موجود من هون مش متطابق مع النص الموجود من هون فبطلع ترو. تمام التمام. طيب هل في عندنا ابنت؟ الابنت اللي هي تعلمناها في السترينج، في السترينج لما استخدمنا سترينج كنا نستخدم الابنت اللي هو نحط نص هالو وورد فيكون يطبع النص الاول الموجود هون هالو وورد. طيب في التكست ما عندنا ابنت، لكن عندنا اشي ثاني مشابه له. ايش هو؟ فورمات تكست. الان الفورمات تكست هاي جميله. الان عندنا نيو، خلني امسح هاي شوي، خلني انا افصل هاي. بدي اورجيك اول شيء الخانه قبل وحورجيك ايش الاشياء اللي بتصير بالطريقه تبعتها. لو اجيت انا بدي اكتب نص واربطه مع هذا النص اللي هون، مثلا بدنا نعطي رساله للاعب هالو، او خلينا نحكي عن ايتم this item name is. طيب انا بدي الان احط هذا اسم، مثلا بدي اعطي التكست هذا اسم، خلينا نسمي هذا سورد او نحكي بو مثلا سلاح. اوكي بدي احط اسمه، باجي بختار البراكت اللي هي هاي، شايف البراكت هاي؟ مش قادر ازوم انا اكثر من هيك، لكن البراكت لما انا الان اضفتها، لو كتبت هنا كتبت ويبون، لاحظ اضف لي وحده هون، بوصل هاي هون. ممتاز.
وبوت خلوا يجيني انا ايفنت تيك وكتبت انا برينت سترينج وصلت انا هاي هون. الان لاحظ انا في عندي ويبن فنزلت ويبن هون وحطينا احنا هون بو اللي هو القوس. This item name is weapon. بضغط play. لاحظ this item name is bow. طب أنا ممكن مثلاً إنه أكمل and make damage equal to. بفتح القوس مرة ثانية. بحكي هنا damage. أعطاني damage. حلو. ممكن إنه أجيب string get اوصله هون. ممكن جوا السترينج اكتب رقم عادي 11 وبعدين اضغط كومبايل بلاي ايكوال تو 11. فراح امل لي انا بفتح اقواس جوا الفورمات بحط جواتك اسم بحط لي الاسم هون بوصل عليه. فبالطريقه هاي انا ايش بسوي؟ بصير عندي مثلا انا بسوي قاعد في لعبه، اللعبه انا عندي كثير فيها اسلحه وبدي هاي الاسلحه استخدم فكره اللي هي اني انا لما استخدم نص معين يتكرر لكل اسلحه، لكن بدي كل سلاح يطلع اسمه لحاله. فبصير انا لما ياشر هو بالماوس على شغله بسوي ست لهذا المتغير باسم السلاح وبعدين بطبع اسم السلاح هون وبنتقل لمنطقه هاي وبطبع النص كامل. ممتاز جدا جدا جدا. طيب نمسح كل هذا. الان نرجع نحكي شوي عن ايش هم المتغيرات الثلاثة نختم فيها. المتغير الاول نيم. النيم اكثر استخدامه وهو بشكل رئيسي يستخدم كرفرنس كمرجع. بيتم هذا المرجع في الاجزاء الموجودة في برنامج Unreal Engine مثل البون نيمز، مثل السوكتس الموجودة في البونز، كمان موجودة في الانيميشن، وبنستخدم كمان الداتا والتيبل روز. في كتير اشياء موجوده جوا برنامج Unreal Engine بيتم التعرف عليها على انها نيم. فانت بتجيب المتغير اللي اسمه نيم وبتصير تتعامل معها. طيب السترينج هو بشكل رئيسي احنا بنستخدمه للكود للبرمجه، وافضل عدم استخدامه لعرض النص للاعب، لكن عادي لو استخدمته، لكن يفضل انه يستخدم للكودينج للبرمجه، ولانه ما بيحتوي على localization ما بيسوي البيانات جوا اللعبه تبعتنا. اخر اشي عندنا الاكزامبل تكست. الاكزامبل تكست هذا اللي انت بتستخدمه لتعرض لشاشه اللاعب. مثلا عندك منيو سيستم، المنيو سيستم عندك مثلا بلاي ستارت جيم، الكلام هذا بتم تعرف عليه كتكست. ليش افضل احنا نفضل التكست؟ لانه في برنامج Unreal Engine لما تستخدم التكست تقدر تقول له اذا اختار اللاعب اللغه الانجليزيه اعرض مثلا بلاي، اذا اختار اللغه العربيه اعرض ابدأ اللعبة. فأنت بتقدر تحول من لغة للغة لما تستخدم التكست، لأنه الإشي موجود على جهاز اللاعب مش موجود جوا كود البرمجة أو في السيرفرات. هيك بيكون الإشي موجود جوا، يعني localization صار للجهاز الموجود بين إيدين اللاعب. هيك بيكون خلصنا هذا الدرس. في أمان الله، بشوف الدرس اللي بعده. مع السلامة.